بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الدرس إن شاء الله سوف أشرح لكم طريقة سهلة جدا لحفظ الفيديوهات من الفيسبوك. طبعا معروف أنه موجود كثير طرق، سواء عن طريق تطبيقات أو عن طريق مواقع. أنا بدي أعطيكم طريقة سهلة وسريعة وآمنة، باختصار الطريقة عن طريق برنامج الأوبرميني. خليني أشبك جهاز الجوال على اللابتوب وأورجيكم الطريقة. طبعا طريقة شبك جهاز الجوال على اللابتوب أنا سابقا شرحت لكم إياها بدرس، بالذات إذا كان الويندوز ويندوز 10، وبعدين بنعمل اقتران بين الجوال واللابتوب عن طريق الميرا كاست أو عن طريق الكاستينج أو الميرورينج، كثير إلها تسميات. طيب بداية بلزم إنا نحمل برنامج الأوبرا ميني عن طريق المتجر. هاي شغلنا المتجر، وبنيجي من عند هون بنبحث عن أوبرا، متصفح الويب أوبرا ميني. طبعا أنا سابقا حملته، وبنعمل للأوبرا تحميل، ثم بنفتح المتصفح وبناخذ رابط الفيديو اللي بدنا إياه. أنا هون مختار لكم فيديو أنا بدي أعمل له تحميل، فباجي مباشرة فقط بنسخ رابط هذا الفيديو، بعمل له نسخ وبروح على برنامج الأوبرا. هاي برنامج الأوبرا، برنامج الأوبرا، وفقط بعمل لصق للرابط، لصق بدخل على الصفحة من متصفح الأوبرا وبعمل تشغيل للفيديو. لما أعمل تشغيل للفيديو مباشرة بيجيني هذول الثلاث خيارات، بختار تنزيل، وهيك بنكون نزلنا الفيديو من الفيسبوك بطريقة سريعة جدا وبدون دعايات وبدون مواقع وبطريقة آمنة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومة. الله يعطيكم العافية.